بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم الآن على 7 steps of systematic approach for answering drug information request. مثل ما تكلمنا كان هو في البداية 5 خطوات، ثم تطورت إلى 7 خطوات. ليش تطورت إلى 7 خطوات؟ خلينا نشوف إيش الفرق. الفرق هنا لو لاحظنا في ال5 خطوات الأولى ما كنا نعرف مين السائل، إيش طبيعته، إيش رقم تلفونه، إيش الباكي جراوند حقته، إيش خلفيته العلمية. هنا قالوا مهم جدا to secure the demographics of the requester، إنك تعرف معلومات خاصة بالسائل. مهم تعرف هذا السائل مين هو، إيش اسمه، إيش عنوانه، إيش تلفونه، كيف يمكن التواصل معه، ايش طبيعة تخصصه. كل هذه مهمة جدا عشان اعرف ايش طبيعة المعلومات اللي اجمعها. طب افرض انا اخذت من السائل كل المعلومات وفجأة وانا اتكلم معه انقطع الخط، لا كنت ماخذ اسمه ولا تلفونه، كيف هرجع اكمل له السؤال؟ كيف هرجع اكمل له الاجابة؟ كيف هنقول له المعلومة اللي هو طلبها؟ فلذلك من اهم الخطوات اني انا اتأكد اني حصلت على معلومات السائل الاساسية. بعد كده الأوبتين باك جراوند انفورميشن، باك جراوند انفورميشن اللي تكلمنا عليها اللي هو كل ما نحتاجه نعرفه عن السؤال، ليش الطبيب قاعد يسأل، ايش هو طبيعة المريض اللي ينسأل عنه، ايش حالته الصحية، ايش الأدوية اللي هو ياخذها. كل هذه الحاجات نحتاج ان احنا نعرفها. بعد كده ديترماين اند كاتيجورايز ذا التيميت كويستشن، انا جمعت كل المعلومات اللي ابغاها، صرت حددت طبيعة السؤال حقي، هل هو نفس السؤال اللي كان يبغى الطبيب، هل هو تغير من طبيعة لطبيعة. وقبل ما أبدأ أبحث في السؤال أقول للطبيب دكتور you are asking about such and such and such، أو للمريض أو للسائل أعيد عليه سؤال عشان أتأكد أنه أنا فهمت السؤال اللي هو يبغاه. كثير من الحالات نستقبل سؤال ونفهم بطريقة محددة ونبدأ نبحث، وقد نشتري مقالات وقد ناخذ عدة أيام، لما نيجي نرجع للسائل نقول يقول لا الله يعطيك العافية أنت فهمتني خطأ، أنا ما كان هذا هو سؤالي. لذلك مهم جدا أن نحدد ونصنف السؤال بصيغة نهائية. بعد كذا نبدأ الاستراتيجية حقتنا في البحث عن الإجابة. عادة الاستراتيجية تعتمد هل أنا أبحث على الفوري جراوند كويستشن ولا باك جراوند كويستشن، وهذه حنتطرق لها لما نيجي نتكلم على المحاضرة في المحاضرة الثالثة. طبعا حسب الاستراتيجية اما نبدا احنا في تيرشري بوكس او ريفيو ارتكلز، بعدين ننتقل للسكندري ثم للبرايمري، او نبدا في البرايمري وننتقل سكندري تيرشري، فيعتمد على طبيعة السؤال اللي واصلنا. بعد ما بدأنا نبحث ووصلنا لمقالات محددة احنا نبغى ناخذ منها وكتب وكل شيء، بدأنا هذه المقالات اللي وصلنا لها وجمعناها نبدأ نقرأها، نقيمها، نسوي لها analysis، ثم نجمع المعلومات اللي جمعناها كلها ونبدأ نسوي لها إعادة صياغة which is called synthesis. بعد كذا نشكل الإجابة اللي نبغى نقدمها ونقدمها للممارس الصحي اللي سأل أو للمريض أو للسائل. وبعد كذا بعض الأسئلة تحتاج إنك تتابع، مثلا أنا جاني سؤال إنه مريض كان يأخذ فانكومايسين بالدوز الفلانية حصل عنده acute renal shutdown، فأنا سويت dosage adjustment، I have to follow up وأشوف هل الدوز adjustment اللي سويتها هو sufficient for this patient، هل الكدني function حقته improved، هل أحتاج أسوي another dose adjustment، هل أحتاج أسوي any modification. فهذه كلها مهمة. وبعد كذا أسوي documentation للانسر حقي اللي انا اي بروفايدد، دوكيومنتيشن مهمه لعده امور عشان احفظ حقي واعرف بالضبط ايش المعلومه اللي انا دونتها، عشان اذا جاني السؤال مره ثانيه وكان هذا السؤال اخذ مني وقت طويل وبحث طويل فارجع للدوكيومنتيشن انا سويته، تفيدني في الاستاتستيك، تظهر طريقه وكميه العمل اللي انا اشتغلت له، وتفيدني في الاحصائيات، تفيدني في دراسات ابغى انشرها، تفيد في امور كثيره جدا. الآن نبدأ نتكلم بالتفصيل step by step. step 1 مثل ما قلنا secure demographics of the requester. مهم جدا to accept the initial question. what do you mean by this? in the way the question is presented as well as the question subject matter itself provide some insight but this is not enough. يعني مثلا مهم جدا انه كيف هو قدم لك السؤال، احيانا قدم السؤال بطريقه ويكون هدفه شيء ثاني. الشيء الثاني اللي مهم اعرفه انه السؤال نفسه قد يعطيني ايحاء
عن طبيعة المعلومات اللي مطلوبة، وأحيانا قد لا تكون كافية. مثلا خليني نتكلم بتفصيل. It's important to directly determine the requester. What do you mean by this؟ لما يقول لك مهم جدا انك تعرف مين هو السائل، ليش؟ عشان تعرف طريقة تزويده بالمعلومة. مثلا إذا كان السائل قال لك أنا والله في مكان محدد أو في ريموت أريا أو موجود في القسم الفلاني أو الجناح الفلاني، أو أنا مثلا ممكن أعطيك جوالي، ممكن أعطيك بيجري. أنت لما تأخذ معلوماته بالضبط كيف إنه أنت تتواصل معه، هذا حيحدد لك الآلية اللي أنت ترسله فيها. في بعض يقول لك لا معلش ارسل لي إيميل، بعض يقول لك ارسل لي على الواتساب حقي، بعض يقول لك يا لا معلش ممكن ترسل لي كويك تكست مسج، بعض ممكن يقول لي أعطيني كويك كول، بعض يقول لك لا أنا ممكن أكون في ميتنج. فكل هذا طبيعة الطالب أو السائل لما تسأله how can I deliver information لك، ممكن تساعدك في تحديد طريقة إيصال معلومة له. البوزيشن حقه، انت محتاج تعرف ايش البوزيشن حق هذا السائل. احيانا يكون مدير عام وانتقل من مكان الممارسة المهنية كطبيب الى اداريا، فالمعلومات اللي يحتاجها معلومات مركزة جدا وعلى شكل نقاط، ما حيدخل بالتفاصيل اللي انت تعتقد ان الطبيب الممارس قد يحتاجها. التريننج احيانا الخلفيه الباك جراوند حقه، التدريب حقه يساعدك كيف توصل له المعلومه. اذا كان مثلا هو عنده جود تريننج في مجال معين، فيكون شرحك ان ديتيلز للمعلومه له تتاكد انه هو ما يحتاجها لانه هي هاز اول ذيس نوليدج. لكن لو ما كان هو ان براكتس في هذا المجال، تحتاج انك تتكلم بتفصيل عشان توصل له المعلومه بدقه اكثر. انتسبيتد نوليدج، محتاج تعرف ايش الباك جراوند او النوليدج حقته على اساس تعرف الليفل اوف انفورميشن يو هاف تو ديسيمينيت له. البروفيسور، ما هو زي الكونسلتنت، ما هو زي الريجسترار، ما هو زي الانترن، ما هم زي ال public patients. طبعا اكزامبل، عندنا اكزامبل لطيف هنا ممكن يفيد في تذكر المعلومة. اول اشي ذا ريكوستر ادرس، الفون نمبر، البيجر نمبر، الميل او الايميل. هذه مهمة جدا من الامور اللي انت لازم تحصلها كطبيعة السائل اللي يسأل عشان تعرف ترد عليه الاجابة. اسمه، عنوانه، المهنة حقته بالتفصيل، هل هو ممرض، الممرض يحتاج معلومة بليفل معين، الطبيب يحتاج معلومة بليفل معين، الصيدلاني يحتاج معلومة بليفل معين، كيف يحب اني ارد عليه، هل هو عن طريقة الايميل، هل طبع عليها ورقة، هل ارسل اياها جوال، هل اكلمه مكالمة. كل هذه المعلومات انت محتاج تعرفها.